اوه ايه الشياكه والاناقه دي. عجبك بجد الستايل؟ تجنني ستايلش. تلاقيها رايحه تقابل البوي فريند بتاعها. لا ولا العيب جدا لان انا ست متجوزه. لا ولا يهمك ولا يهمك. انت عارفه كريمه تحب تهزر. قولي لي بقى رايحه فين؟ رايحه اقابل رمزي جوزي. النهارده عيد جوازنا ورايحين فرنسا نحتفل بيه. يا حبيبتي تعيشي وتفتكري. بس مش عارفه اتاخر عليا ليه، كل ما اكلمه الاقي التليفون مقفول. معلش يمكن الشبكه مش مظبوط ولا حاجه. انا هنزل استنى في الشارع. لا 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 تستنيش في الشارع ازاي؟ ما تسيبوها تروح تقابله. يا ماما ما تروح تقابله ازاي؟ الدنيا ضلمه، حد يعكسها كده ولا حد يخطف. وبعدين ما يصحش تنزلي تستنيه في الشارع، خليكي قاعده هنا في البيت معززه مكرمه مش ملهوفه عليه. ملهوفه ده ايه؟ ده جوز. يا ماما اسكتي من فضلك، يا ماما من فضلك تسكتي. وبعدين ايه ده؟ ايه اللي انت عاملاه في شعرك ده؟ هو ايه؟ روحي غيري اوام، اعملي حاجه كده مفنكشه كده. فهمي لاقيكي فلة يا روحي حبيبتي. يا دوب تعاكت هخش اظبط شعري، عايزه رمزي لما يجي يشوفني قمر قمر. انا مش فاهمه انتوا مش عايزينها تقابلوا ليه؟ اكيد انتوا غيرانين منها. ماما انت مش فاهمه حاجه، رمزي جوزها ده مات من سنين. أنا قايمة رايحة السوبر ماركت.